على غرار ما يتداول في اليابان ووفقا لمجموعة من العلماء، سيصبح بإمكان سكان الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم إجراء المعاملات البنكية وفتح الأبواب والتسجيل الإلكتروني وعمليات الشراء عبر الهاتف المحمول. المال المحمول أو المتنقل هو الموجة المقبلة والجيل القادم من الدفع بدون تماس، وذلك باستعمال هاتفك النقال وإجراء جميع معاملات الدفع باستخدام بعض البنى التحتية التي كانت موضوعة في السابق. على الرغم من أن معظم المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليست لهم العادة في حمل المال والاعتماد على بطائق الائتمان، إلا أن نظام المال المحمول عبر الهاتف سيضمن لهم إمكانية التخلص من أشياء تلازمهم، لكن الإشكالية التي يطرحها المستهلك الأمريكي تكمن في المخاطر الأمنية للأسلوب الجديد في الدفع. ليست هناك مخاطر أمنية في الواقع، لقد أحرزنا تقدما كبيرا على مستوى الأمن في الدفع بالهاتف النقال مقارنة مع الشريط المغناطيسي الموجود على بطاقة الائتمان. المستقبل القريب يعد بالتخلص من أشياء تثقل الجيب والمحافظ، المال وبطاقة الائتمان والمفاتيح والهاتف النقال. سيبقى الهاتف النقال وحيدا قادرا على أداء كل المهام.